انه بشار ممكن يترك سوريا؟ والله يعني هو لو كان ترك سوريا من 5 سنين كان يبقى افضل لسوريا وله وللمنطقه كلها في الحياه. الدمار اللي حصل في سوريا ده، ويعني يعني انا وزير خارجيه شخصيا في انا فاكر في 2011 ذهبت الى سوريا مع مجموعه حضرتك قابلت بشار الاسد. قابلت بشار الاسد وكان لسه ايامها يعني بنتقابل، وكان مجموعه من 5 دول عربيه كانت اللي هي مجموعه الخاصه بسوريا يعني. وتكلمنا معاه احنا الخمسه، وانا تكلمت معاه وقلت له وقتها كان في فرصه في الحقيقه لو تفتكر اول مظاهرات خرجت في سوريا في 2011 كانت رافعه صور بشار الاسد على ان هذا هو الشاب اللي ممكن فعلا يطور النظام في سوريا ويتحول بقى الى نظام ديمقراطي ونظام حديث. فياما اتكلمنا معاه وانا شخصيا اتكلمت معاه وقلت له ان امامك فرصه في الحقيقه انك يعني انت تقود عمليه التغيير. للاسف طبعا هو قال لي كلامك مظبوط، انما يعني تعرفين طبعا الاعتبارات الاخرى والاعتبارات العرقيه والاعتبارات الاسريه وخلافه ما حصلش، انما